خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. زي ما الكل شايف النهارده هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، والطقس هيكون مائل للدفء على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ووسط سيناء وشمال الصعيد. والنهارده هتكون في اتربه عالقه في الجو في القاهره الكبرى والوجه البحري، وفي فرص امطار في اقصى غرب البلاد وهتكون خفيفه وغير مؤثره. درجه الحراره في القاهره النهارده 22 درجه، اعلى درجه حراره هتكون في اسوان 26 درجه، والاقل هتكون في كاترين 18 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن على طول نروح لجمانة والحسام نبتدي معاهم النهاردة فقراتنا وأخبارنا. اتفضلي يا حسام وتفضلي جمانة. شكرك يا منة جزيل الشكر، وكده هنرجع لك مرة تانية على مدار الحلقة. أكيد.